نرحب بكم من جديد. شفتيه عم بيتحول من فريخ لشاب لرجال قدامنا، 13 سنة على الهوا، استقبل العديد من الشخصيات، كلهم هروا شعراتهم قدامنا. مقابلة خاصة أقامها مارسيل غانم مع رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي. إليكم بعض المشاهد عن هذه المقابلة السيئة. لك لك ليش هيقة؟ ليش هيقة؟ من وين عم تجيبي هالنقط هيدي وتشاليهم هالنقط هيدول؟ طيب معك حق، لازم انتبه ما اوقع بالنقطة. شو بعيط للمسيو تبع المدرسة؟ مساء الخير من هذا المنبر الحر من كلام الناس، نرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة حيث سنتناول سوية مختلف أمور الساعة وعلى مدى أكثر من ساعة من الوقت. معنا ضيفنا لهذه الليلة دولة الرئيس السابق عمر كرامي. عمر أفندي مساء الخير. مساء الخير أستاذ مارسيل. دولة الرئيس بصفتك يعني رئيس حكومة سابق، شو برأيك عم بيصير اليوم في الحكومة؟ يعني للحقيقة فينا نقول انه هذه الحكومة صار لفترة بلا كرامة. طب دولة الرئيس اين المشكل؟ يعني مين عم بيكون المشكلة او المعرقل لتشكيل هذه الحكومة؟ هل هو سعد الحريري، ميشيل عون، جبران باسيل، أم المقاومة؟ الحقيقة شو عم تلعبني من صير محل مليون؟ بدك للحقيقة يعني الإجابة الصحيحة مش موجودة بهالاحتمالات الأربعة. جواب نهائي؟ عمر أفندي، كيف هي الأوضاع اليوم في طرابلس؟ يعني للحقيقة أنت قل لي كيف شايف؟ انه ما طلع لنا حصه بالانتخابات اللي مرقت، بهالنواب ما طلع لنا حصه، والدوله يعني ما عم تطلع فينا صار لفتره، وهيدا الموضوع خطير جدا يا سيدي. يعني ما بيصير انه الدوله تبرم ظهرها للطرابلسيه. اف اف اف، هيدي شغله خطيره جدا، يعني انا محل الدوله ما بعملها دوله الرئيس. طب عمر افندي، يعني في موضوع أنا مش فاهمه، إنه كيف بطرابلس شغلة صارت في الانتخابات الماضية، إنه كيف الطرابلسية صوتوا لكتائبي؟ يعني ما فهمت شو اللي ما عم تفهمه، ما واضحه مثل عين الشمس. الغنية شو بتقول؟ هيا فتى الكتائبي، فالطرابلسية سمعوا الفتى فسقطوها زي ما هي للفتى. بالحقيقة